زوزو موزو اتنين اخوات هنعيش معاهم كتير حكايات. زوزو موزو اتنين اخوات هنعيش معاهم كتير حكايات. كلها لخبطة لخبطة وشوية قفشات. يخرج اوزو تلعب موزو باطت الدنيا ماما تزعق وتقول اوزو يا لهوي عليا. جديدة هتعلمنا حاجات مفيدة. المهم انك تتعلم وتسمع كده وتفهم ولا تعند ولا تتأني. أوزو موزو الشعب يريد. انت كمينة يا اختي كمينة يا اختي كمينة ينس. انت كمينة انت كمينة يا اختي كمينة. هيلا هوب هيلا هوب هيلا هوب. مليش دعوة انا عاوز موبايل. احنا هنعمل ايه بالموبايل يا اوزو؟ عايزه في ايه يا اختي كمينة؟ الموبايل ده فوائده كتير قوي. انا عن نفسي مش محتاجاله. طب بقولك ايه رأيك لو ماما جابت موبايلين، واحد ليا وواحد ليكي؟ اعتقد ده عرض ما يترفضش. انا مش محتاجة موبايلات خالص يا سي اوزو. يا بنتي عشان تبقي زي زمايلك دودو وقرر واسوس وجوجو وكوكو ودنا ورفرف وتينا ونفنف وجوزوز ولوزلوز. حيلك حيلك يا عم انت، ايه كل ده؟ بس تصدق يا اوزو، هو صحيح الموبايل ملهوش لازمة معايا، بس انا لازم اجيب واحد زي صحابي. اشمعنى هما يعني؟ يا سلام عليك يا موزو، طول عمرك كنت بتفكري زي بالظبط. بس ازاي نقنع ماما انها تجيب لنا الموبايل؟ يا راسي. ده انا اللي راسي اشتغلت وفكرت في فكره جامده قوي. ايه هي يا كبير؟ احنا نعمل مظاهره ونطلب من ماما انها تجيب لنا الموبايلات. طب ازاي؟ بصي، احنا نجيب الاقلام اللي عندنا كلها ونكتب لوح ونكتب على الحيطه الشعب يريد موبايل جديد. طب ما كده هنبوظ الحيطه. مش مهم مطبوظ، اهم حاجه الموبايل يجي. اذا كان كده يبقى ماشي. طب يلا بسرعه قبل ما ماما تيجي. يلا بينا. الشعب يريد موبايل جديد. موبايل سماعة بلوتوث هدية. موبايل سماعة بلوتوث هدية. يلي ساكت ساكت ليه معاك ايفونك ولا ايه؟ يا اما نوكيا يا بلاش موبايل غيره ما ينفعناش. اوزو موزو ايه اللي عملتوه ده؟ دي صالة التحرير يا ماما. احنا بنطالب بأقل حقوقنا. يا ولاد كده غلط، لما تعوزوا حاجة ممكن تطلبوها مني وانا اعملها لكم، لكن اللي انتوا عملتوه ده غلط. وبعدين انتوا هتعملوا بالموبايل ايه اصلا؟ ايه السؤال ده؟ طبعا طبعا هنصور بيه. انا عن نفسي هقطع الموبايل لعب وحط عليه كل لعبة جديدة. ياس يا ولاد، الموبايل احنا بنستخدمه علشان الشغل، وكمان عشان نسأل بيه على بعض ونتطمن على بعض، مش عشان نلعب ونتصور عليه. وانا وعدتكم اني هجيب لكم الموبايلات بس لما تكونوا فعلا في احتياج ليها وتستخدموها صح، مش عشان نلعب ونتصور وبس. احنا اسفين يا ماما، مش هنعمل كده تاني، احنا فعلا غلطنا. احنا اسفين يا ماما. اوزو موزو
اتنين اخوات هنعيش معاهم كتير حكايات. لخبطة لخبطة وشوية قفشات، يخرج اوزو تلعب موزو باظة الدنيا، ماما تزعق وتقول اوزو يا لهوي عليا. يخرج اوزو تلعب موزو باظة الدنيا، ماما تزعق وتقول اوزو يا لهوي عليا. هنشوف شقاوة من غير هداوة، لعب وحبة قساوة. كل يوم قصة جديدة هتعلمنا حاجات مفيدة، والمهم انك تتعلم وتسمع كده وتفهم، ولا تعند ولا تتأني. اوزو اوزو اوزو.